اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا في الفقره الثانيه من المحترف، قبل ما نتكلم طبعا معانا ضيف مهم جدا، الناقد الرياضي معانا فادي اشرف. لكن احب اقول لحضراتكم يمكن تشكيل مصر، تشكيل منتخب مصر ان شاء الله امام المنتخب الليبي ساعه من دلوقتي وان تنطلق المباراه باذن الله. في حراسه المرمى محمد الشناوي، عندنا اكرم توفيق، الونش، حجازي وفتوح، خط النص من طبعا هنتكلم عمرو السوليه، بنتكلم على النني، الخط الامامي بنتكلم على عمر مرموش، عبد الله السعيد، محمد صلاح ومصطفى محمد. نفس تقريبا هو التشكيل اللي بدا بيه المباراه الاولى. كل التوفيق لمنتخبنا القومي باذن الله والفوز على المنتخب الليبي.